هل عندكم مشكلة أنتم مع هذه المفاهيم بدلالة أنكم ما جبتوا الديمقراطية في أي لفظة من النظام الأساسي ولا جبتوا الديمقراطية؟ طبعا هذه من ضمن الأشياء اللي تحجج فيها يعني بعض الليبراليين اللي كانوا يفترض يعني يعول عليهم كثير من الناس، أنه كان يفترض فيهم أنه يبادرون الخطوة اللي أقدم عليها مجموعة من السياسيين الناشئين، اللي تقدر تقول سياسيين ناشئين. تعتبر نفسكم سياسيين ناشئين؟ يعني بالمقارنة مع الكتل السياسية. مخضرمين هذولاك؟ هذولاك مخضرمين، فكان يفترض أنهم يقدمون على هذه الخطوة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون أحزاب. يعني مفروض أنهم أسسوا أحزاب مثلكم. يفترض أنه لا يمكن أن تكون ديمقراطية بدون أحزاب، لأنهم ينتظرونهم قانون إشهار الأحزاب. طيب الحكومة ما قررت له، ما وضعت قانون. طب اضغط على الحكومة بس يفترض أن حزب من طرف واحد. لا، يفترض أنه المجتمع المدني يبادر. إذا كانت الحكومة يعني لم تبادر في إعطاء هذا الحق. طيب هذا حكينا فيه، لكن الدستور والديمقراطية ليش غابت عن نظام الديمقراطية بحد ذاتها كلمة يعني لحد الآن غير لا يوجد لها تعريف واضح. بس الدستور يتكلم عنها بلا شك. أنا أحب أني أوضح النقطة هذه. الديمقراطية لحد الآن يعني لا يوجد لها تعبير متفق عليه، لذلك تجد هناك ديمقراطية غربية وديمقراطية شيوعية وديمقراطية في الصين أيضا توجد ديمقراطية وغيرها من الدول. لكن اللي نفهمه أنه هناك مصطلحات متفقة عليها في الديمقراطية، اللي هي التعددية، تداول السلمي للسلطة، إنشاء الأحزاب وتكوينها، المشاركة في اتخاذ القرار، إطلاق الحريات، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية تكوين الكتل السياسية. استخدمتم الشورى بديلا للديمقراطية في النظام الأساسي؟ طبعا هذا لا يعني اللي هو أننا يعني نحارب الديمقراطية، لأن الديمقراطية أساسا مصطلح حديث، والإسلام سبق الديمقراطية الحديثة بمفاوز. يعني جميع النقاط اللي طرحتها الديمقراطية ونادت بها هي موجودة في الإسلام. هل تسعون من خلال الحزب لإقامة دولة دينية في الكويت؟ نحن نسعى لإقامة دولة مدنية تكون ريادة فيها والسيادة فيها للأمة. والأمة بلا شك لا يمكن أن تتحرر من ربقة الدين وموروثها العقائدي. طيب دكتور، يعني معظم يعني هناك حديث عن أن حزب الأمة هو ناتج من الحركة السلفية العلمية، فهل أنتم الذراع السياسي للحركة حركة السلفية العلمية؟ يعني هذا من ضمن الأشياء التي أثيرت، والحاصل أنه حزب الأمة يمثل يعني ألوان الطيف السياسي الموجود في البلد. يعني يمثل، تجد في الحزب أناس محافظين وأناس إسلاميين بكافة توجهاتهم. تفرق بين المحافظين والإسلاميين أنت؟ يعني الغير ملتزمين بجماعات إسلامية. المحافظ يعني اللي يلتزم بثوابت الأمة، والإسلامي المقصود فيهم اللي هو الجماعات الدعوية الموجودة، الإخوان المسلمين أو السلفيين. طيب أمين عام حزب الأمة الدكتور حاكم المطيري قال أنه إحنا كنا من أول المطالبين بالتعددية السياسية ومنذ زمان، وقبل أحداث 11 سبتمبر وقبل مشروع الشرق الأوسط الكبير. قال أن ذلك يأتي إيمانا منا بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحرير الخلق من كل أشكال العبودية لغير الله، وعلى سبيل المثال من عبودية الخلق للملوك ولرجال الدين وللرأسماليين، على أن تكون العبودية لله وحده والبشر كلهم أخوة على السواء. الحين تحرير العبودية الخلق من عبودية لغير الله بإشهار حزب، الأشهار الأحزاب هو اللي يحرر الخلق من العبودية. الأحزاب بحد ذاتها طريق لممارسة الحريات. ما قلنا تقولون أن الأحزاب شكل من أشكال التوحيد؟ هو بلا شك أنه مثل العبارات هذه يعني عبارات تكاد تكون تصدم الواقع. لكن بس مؤمنين فيها أنتم؟ يعني أنه نحن مؤمنين أن الحرية قبل كل شيء، الحرية قبل كل شيء. يعني كيف الإنسان حتى في العبادة، الإنسان إذا ما كان يتمتع بحريته تسقط عنه بعض الأمور. ومن أيضا اللي هو كيف أنا أبدع، كيف أشارك في بناء اللي هو بلدي، كيف أشارك اللي هو في صيغة القرار
وأنا ما أملك حريتي. فالحرية بلا شك. طيب الدستور الكويتي الذي لم تذكروه في تأسيسكم في النظام الأساسي يتحدث عن الحريات، تحدث كثيرا عن الحريات، ومن الواضح أنكم تعولون كثيرا على الحريات. كيف تقيم الحريات، يعني ممارسة الحريات في الكويت الآن؟ بالنسبة للدستور حينما لم نذكره في البيان الأساسي ذكرنا في بيانات اللاحقة أننا نعمل في إطار القانون العام وفي إطار الدستور 62 ومتمسكين في الدستور، لأن الدستور فيه يعني هذا أتسنكم نسيتوا يا دكتور، هم فطنتم. لا أبدا، الدستور متغير، يعني حتى في نصف الدستور والنظام الأساسي ثابت لحزب الأمة. هذه أهداف نسعى إلى إقامتها، وحتى مواد الدستور ممكنها تغير إلى مزيد من الحريات. يعني المشرع أساسا ألا ترى أن الأهداف هذه يمكن تتغير لو اختلف الواقع السياسي مثلا؟ ما أعتقد السعي نحو يعني الحريات والتمتع بها، لا أعتقد أنها يعني. طيب كيف تقيم يعني مستوى الحريات في الكويت الآن؟ كما ذكرت يعني الدستور نص على حريات كثيرة جدا، حرية التعبير وحرية إبداع الرأي وحرية تكوين الجماعات السياسية وحرية الصحافة. لكن مع الأسف الحكومة استطاعت أن تفرغ الدستور من محتواه وتقضي على كثير من الحريات، ولعل منها قانون التجمعات اللي ذكرناه في البداية. يعني الدستور يكفل لكل فرد أو جماعة أنها تقيم تجمع، ثم تأتي الحكومة وتضع قانون في ظل غياب مجلس الأمة وظل غياب الإرادة الشعبية، وتصادر هذا الحق. حرية الصحافة وحرية إبداء الرأي مكفولة للجميع في ظل الدستور. تأتي الحكومة وتضع قانون وتضع فقط 5 جرائد تمثل 5 عوائل موجودة في البلد، وتحجر على عموم الشعب الكويتي، غالبية الشعب الكويتي، إبداء الرأي. ولذلك يعني فكرتم في إصدار صحيفة أنتم ومنعتم من إصدار صحيفة مثلا؟ القانون يمنع أساسا، يعني الآن يتداول قانون جديد في مجلس الأمة مطبوعات، ويطالب له قانون المطبوعات والنشر. يعني نحن عدة يعني علينا الكثير من قضية له، ولعل منها حضور لهذا البرنامج وتشكر عنه اللي هو القناة العربية. يعني يفترض أن يكون هذا اللقاء في تلفزيون الكويت أو في أي مؤسسة حكومية إعلامية. تلفزيون الكويت يعتقد أنكم أنتم خرقتم القانون بإعلان، وناقشني حاورني، إذا كنت ترى أنك على صواب ناقشني وحاورني. أنا أعمل في ظل الدستور وفي ظل القانون، وأطالب بروح الدستور وأطالب بحريات كفلها لي الدستور. طيب أنت سبق أن صرحت دكتور حسين السعيدي الناطق الرسمي باسم حزب الأمة الكويتي، صرحت بأنه الإصلاح السياسي في الكويت اختزل في صلاحيات رئيس الوزراء. طبعا هذه مقابلة تصريح قديم وأثار لغط كثير. يعني هذا قبل نشوء الحزب. الحين هونت أنت رجعت؟ لا يعني هذه النظرة لازالت المعايش للواقع، يعني يرى بالفعل أن السلطات في الكويت مع الأسف، يعني هذه نظرة رجل الشارع، وبودي أنها توصل لصاحب القرار. ينظر إلى أن مجلس الأمة مجرد صالون سياسي الناس يتجمعون فيه، وكل على قولتهم يجيب اللي هو صوت من مكان، في المحصلة النهائية صاحب القرار اللي هو السلطة التنفيذية، والرجل في السلطة التنفيذية هو صاحب القرار. الوزراء ليس لديهم سلطة، بس هذا مو بصحيح، وأعضاء مجلس الأمة ليس لديهم. يعني على سبيل المثال في مرسوم أميري صدر بحقوق المرأة ورده مجلس الأمة، معناته أن مجلس الأمة حتى يشتغل ضد الرغبة الأميرية. يعني لما أكثر من 2/3 الأعضاء المرسوم اللي صدر فيه 99 من الأمير رده مجلس الأمة، فهذا الكلام ينقض الكلام اللي تفضلت فيه دكتور. الكلام اللي تذكره يعني أبسط رجل في الشارع الكويتي يعلم أن الحكومة ليست جادة في إقرار الحقوق السياسية للمرأة. طيب ليش الأميرة جل طلع مرسوم؟ هذه رغبة أميرية، ليست الرغبة الأميرية الأولى. عدة رغبات أميرية لسمو الأمير لم ينفذها مجلس الأمة، ولعل منها هذا القانون. يعني أن تفرق بين الرغبة الأميرية وبين وضع الحكومة.
الوضع عندنا في الكويت أنه لا يمكن أن يصدر قانون إلا في ظل اللي هو المؤسسة التشريعية. فالأمير صدر له هذه الرغبة، الأمر يعود إلى مجلس الأمة. وحينما أقول أنه الحكومة ليست جادة، لأن الحكومة تملك أغلبية داخل مجلس الأمة. طيب، سنتحدث عن هذا الموضوع بعد فاصل قصير يا دكتور. أيها الأخوة، فاصل قصير، نعود بعده معكم في إضاءات